أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، حياكم الله أينما كنتم. سقط العشرات من عناصر قوات النظام بين قتيل وجريح في البادية السورية إثر كمين جديد نفذته خلايا تابعة لتنظيم الدولة في البادية السورية. نتابع التقرير التالي ثم نعود لنبدأ النقاش. كمين إثر آخر يردي العشرات من جنود قوات النظام قتلى في البادية السورية بريف حمص الشرقي، غالبا ما يتبنى تنظيم الدولة المسؤولية عنها. في بادية السخنة شرقي حمص، حيث لا تزال تنشط بين الفينة والأخرى خلايا لتنظيم الدولة، تمكنت من الإيقاع بعناصر في جيش النظام الذين كانوا في رتل عسكري، ملحقة خسائر في صفوفه بين قتيل وأسير، بالإضافة إلى الاستيلاء على عدد من السيارات والمضادات الأرضية، حيث حوت بعض السيارات على صناديق ذخيرة ومواد غذائية وفق ما ذكرته شبكة الشرق نيوز. فيما أفادت تنسيقية تدمر المحلية أن التنظيم أقدم على إعدام الأسرى عقب اعتقالهم فورا في أثناء حشد قوات النظام وميليشيات مدعومة من إيران قواتها في المنطقة، استعدادا لهجوم مرتقب على التنظيم في البادية. في ريف دير الزور أيضا باتت خسائر قوات النظام والميليشيات المساندة لها في تصاعد، مع تعرض رتل لميليشيا الفاطميون لكمين غرب بلدة معزيلة بريف البوكمال، فيما لم تفصل سوى أيام قليلة بين تلك الخسائر ومقتل عشرة عناصر من ميليشيا لواء القدس الفلسطيني في هجوم آخر لتنظيم الدولة في منطقة بير علي جنوب مدينة الميادين. وزارة الدفاع الروسية اعترفت نهاية آذار الماضي بمقتل ثلاثة من عسكريها، قالت إنهم وقعوا في كمين أثناء عودتهم بعد تنفيذ مهامهم بنقل المساعدات الإنسانية إلى إحدى البلدات في دير الزور. طبعا معنا هنا في الاستوديو العقيد فايز الأسمر، المحلل العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم مجددا سيادة العقيد. وينضم إلينا أيضا الأستاذ صهيب الجابر الصحفي في شبكة فرات وست من الحدود السورية التركية. أستاذ صهيب، لو بدأت معك، حدثنا عن جديد خسائر قوات النظام في البادية السورية. بداية أحييكم وأسادة مشاهدي حلب اليوم. طبعا الخسائر كانت يعني مستمرة خلال الأيام الماضية، كما أن في البادية، بادية دير الزور، وأيضا بالقرب من بادية حمص. أيضا هنالك يعني صور نشرها تنظيم داعش عبر معرفاته يوم أمس، يعني أظهرت عدد من القتلى من ميليشيات تابعة لنظام الأسد خلال كمين لداعش في المنطقة. سبقه أيضا يعني عدة كمائن في بادية دير الزور، وكانت يعني قد قتل خلال هذه الكمائن عدد من الجنود الروس وعدد من جنود الفرقة 17 أيضا والفوج الخامس ومن الميليشيات الإيرانية. وكان هنالك هجوم يعني خلال الفترة الماضية أيضا على أحد مقار الميليشيات الإيرانية في منطقة نبع عين علي في بالقرب من القورية. خسائر ميليشيات تابعة لنظام الأسد وخسائر أيضا للميليشيات الإيرانية كانت مستمرة بهذه الكمائن. طبعا التنظيم الذي تدفق إلى البادية خلال الأشهر الماضية بعد يعني هرب مقاتليه من الضفة الشرقية من الفرات أو من ضفة الجزيرة باتجاه البادية، يعني كان هذا الأمر على مرأى ومسمع من نظام الأسد، وبصفقات أبرمت بين التنظيم وبين عدد من قياديي حركة النجباء وأيضا من الحشد الشعبي العراقي ومن نظام الأسد أيضا الميليشيات التابعة له، بعد دفع مبالغ طائلة. وكان من ضمن القياديين يعني من تنظيم داعش يعني أحد القياديين من اللجنة المفوضة أيضا الذين وصلوا إلى هذه المنطقة أو هذا الجيب يعني في البادية. بعد ذلك بدأت العمليات التي يعني كانت بدايتها بعد إصدار مرئي لتنظيم داعش حث فيه مقاتليه على استخدام استراتيجية القتال كمجموعات، ويعني الإغارة على نقاط لقصد للميليشيات الإيرانية ونظام الأسد وقسد أيضا. نعم سيادة العقيد، كيف يمكن تفسير كل هذه الخسائر لقوات النظام في هذا الجيب، جيب البادية؟ يعني خلينا أخي عمار، النظام بعد أن خسر تواجد الجغرافي في شرق الفرات اللي كانت آخر جيوبه هي جيب الباغوز في المناطق المأهولة بشرق الفرات أو ما نسميه بالبادية الجزيرة، بدأ مرحلة جديدة من تكتيكات الفردية، يعني تحلل تكيف مع واقع جديد
الاعتماد على القتال بخلايا صغيرة، مجموعات صغيرة، حرب الاستنزافات، حروب الإغارات الخاطفة، حرب الكمائن بأعداد صغيرة، اعتمد نظرية اهجم اقتل اغتنم انسحب اختفي. إذن هذه لن يستطيع أعداؤه التصدي لها، الظهور فجأة، تنفيذ العملية، الانسحاب قبل وصول الدعم الجوي. فإذا هذه تؤرق أعتى الجيوش قوة، فما بالك البادية السورية، مناطق سيطرة النظام، البادية الشامية هي الملعب المفضل لقوات داعش. النظام بالمطلق والروس لن يستطيعوا منع تنظيم داعش من تنفيذ عملياته إلا إذا كانت هناك إرادة وزخم كبير من قبل الروس والنظام، وهذه العمليات تكون. هو يعني السؤال هنا، ربما أعتذر لمقاطعتك، طبعا. يعني الجيوش ومنطقة مفتوحة، يعني البادية منطقة تماما مفتوحة، ألا يمكن للروس أن يعني يكشفوا المنطقة قبل تقدم أي تقدم للنظام أو أي تحرك؟ يعني كيف يمكن لمنطقة مفتوحة مثل هذه أن يقيم بها التنظيم كمائن لجيش مثل جيش النظام تمام. أو جيش الروسي؟ يعني واقع، خلينا نقول احنا لا يمكن ان تداوم الطائرة في الجو 24 ساعة على 24 ساعة. الامر الثاني، التنظيم ليس غبي، هو يستخدم اشد انواع الطقس، يعني يستخدم ويجير الطقس لخدمته، مثلا زوبعة، غبار، غبار، زوبعة، ضباب، وجه الفجر، الهجوم الليلي، كمائن ليلية، اذا تكون بعيدة عن المراقبة. ومثل ما قلنا احنا ليست هي جيوش يجتمع 10 أو 20 أو 30 أو 50 ومن السهل اصطيادهم، جنديين هون جنديين مجموعات. إذن مجموعات كمجموعات البدو المنتشرة في البادية لا يظهرون على نفسهم، وخاصة أنهم أصبحوا يتحركون وبأسلحة خفيفة، ليس هناك دبابات وليست هناك مدفعية، الاعتماد على الأسلحة الخفيفة، رشاشات البيكيسي المدفعية الصاروخية أو القواعد الصاروخية الصغيرة، الميم دال الكونكورس وغيرها، أو القاذف RPG-7، وهذه تدمي مثل ما قلنا أعتى أنواع الجيوش وتكبدهم خسائر كبيرة. الآن يخوض التنظيم إن كان في شرق الفرات ضد حواجز قسد ومناطق قسد، لاحظ أن الخسائر يومية، يوميا هناك مهاجمة لحاجز أو لمنطقة في مناطق شرق الفرات، وأيضا هناك تفعيل لعملياته في البادية الشامية ضد عناصر التنظيم، لأن السيطرة المكانية التي كان يسيطرها كان يتكبد تنظيم داعش الخسائر الكبيرة، الآن لا سيطرة مكانية، يضرب ويختفي. أستاذ صهيب، بالعودة إليك، هل لديكم معلومات عن حجم عناصر تنظيم الدولة المنتشرين أو الذين يعني يختبئون إن صح التعبير ويترصدون النظام في البادية السورية؟ طبعا هم بأعداد كبيرة، يعني نستطيع أن نقول أن بحسب يعني تصريح كان مؤخرا من المفتش الأول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، قدر عددهم بحسب معلومات استخباراتية قد وصلت للولايات المتحدة بنحو 3000 مقاتل متواجدين فقط في هذا الجيب الممتد بين بادية حمص سويداء ودير الزور أيضا في هذه الرقعة الجغرافية. وقال بأن حتى مصدر تمويل التنظيم ما زال يعني متواجد، لكن لم تتوصل المخابرات الأمريكية إلى هذه المصادر، ولكن يعني قد يجمعون يعني معلومات بحسب يعني التصريح ما قاله المفتش عن هذه المصادر لتمويل تنظيم داعش، الذي يعني ما زال يحتفظ بهذه المصادر التمويل، وايضا ثروات كان قد سلبها خلال فتره تواجده في مناطق متفرقه من سوريا. وايضا يستخدم التنظيم يعني نقطه اخرى، وهي الرهائن الذين ما زالوا متواجدين بحوزته حتى اللحظه. طبعا بالحديث عن التنظيم اليوم نشهد يعني خلاف داخلي، هنالك كتيب الكتروني اصدر منذ ايام
بعنوان كفو الأيادي عن بيعة البغدادي من قبل أحد القياديين الذي يعتقد أنه من أقارب قائد التنظيم أبو بكر البغدادي، ودعا فيه طبعا خلال هذا الكتيب إلى التوقف عن مبايعة البغدادي وإلى الانقلاب عليه يعني بشكل صريح طيب. لخسائره التي مني بها خلال الفترة الماضية. وهذا ما يظهر طبعا مدى التقهقر الذي يشهده التنظيم، ولكن في نفس الوقت يعني الاستراتيجية التي يستخدمها التنظيم هي سهلة وصعبة بنفس الوقت، يعني سهلة بالنسبة للتنفيذ وصعبة بالنسبة للجيوش التي تقابله. وأيضا نقطة أخرى، يعني كل الأمور هذه تحسب، هي أن التنظيم يعني ما نشهده اليوم هو دفع لفاتورة ما كان يفعله أو تفعله كل الأطراف خلال الفترة الماضية من تهريب والسماح وتغاضي لمقاتلي التنظيم بالتوجه إلى هذه الرقعة الجغرافية التي شهدت توافد لمقاتلي تنظيم داعش من القرمون الغربي بعد اتفاقية، وأيضا من شرق الفرات بعد اتفاقيات، وأيضا دفع مبالغ، ومن مناطق أخرى أيضا كان متواجد فيها التنظيم. نعم، سوف نذهب إلى فاصل قصير ونعود بعدها لمتابعة نقاشنا مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. ما حقيقة تقدم نظام الأسد باتجاه الرقة من الجهة الجنوبية الغربية؟ أهلا بكم مشاهدينا من جديد، حياكم الله أينما كنتم. نفت مصادر محلية لشبكة نداء سوريا تقدم قوات النظام على حساب قوات سوريا الديمقراطية بريف الطبقة الجنوبي شرق سوريا. وقالت المصادر إن النظام استخدم تعزيزات عسكرية إلى المنطقة لمواجهة أو المنطقة المواجهة لهورة الجريات الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية. وأضافت المصادر أن التحالف الدولي بدأ بعمليات الاستطلاع في سماء المنطقة بشكل مكثف لمراقبة تحركات قوات النظام. أستاذ صهيب، لو بدأت معك، ماذا جرى على الجبهة الجنوبية الغربية للرقة؟ هل هنالك تقدم للنظام؟ طبعا استاذ عمار، بدات يعني هذه الاحداث يوم امس صباحا. كانت هنالك تصريحات من احد القياديين من قسد بان نظام الاسد قد تقدم جنوب الطبقه، هذا كان تصريح من احد قياديي قسد. بعد ذلك يعني بعد تواصلات مع مصادر من المنطقه، يعني اتضح ان
ما يحصل فعليا هو رفع سواتر ترابيه وحفر خنادق بين مناطق نفوذ نظام الاسد وقسد في هذه المنطقه تحديدا، ولا صحه لهذه الاخبار. ثم بعد ذلك اعلنت قسد بشكل رسمي ان هذه الاخبار هي منفيه وغير صحيحه. لكن ايضا بالحديث عن هذه الجزئيه تحديدا، موضوع تبادل النفوذ بين قسد ونظام الاسد او التعاون يعني على الاصعده الميدانيه بين قسد ونظام الاسد، يعني غير مستغرب ان حقيقه يعني تسلم ميليشيا قسد مناطقها او مناطق نفوذها الى نظام الاسد، خاصه واننا يعني خلال الفتره الماضيه شهدنا عده يعني نداءات استغاثه من قسد قبيل الاعلان عن لتدخل لدخول النظام لمناطقها. تقصد دعت نظام الاسد للدخول الى مناطقها ببيانات رسميه، طالبت فيه نظام الاسد بالدخول الى مناطقها قبيل الحديث عن معركه شرق الفرات. وبعد ذلك يعني اعلنت انها على استعداد على التعاون مع نظام الاسد، وان على نظام الاسد الالتزام بمسؤولياته لحمايه هذه المناطق السوريه، وانهم يعني حتى وصل بهم الامر الى اعلان يعني استعدادهم للاندماج ضمن ميليشيات نظام الاسد خلال الفتره المقبله، ونفس الامر تكرر خلال معارك عفرين ايضا. طيب استاذ صهيب، دعني انتقل لسياده العقيد. سياده العقيد، يعني برايك ماذا يستفيد النظام من الحديث او الترويج عن تقدم له في هذه المنطقه تحديدا، يعني اتجاه الرقه؟ يعني هي ليست اكثر من فقاعات اعلاميه بتصوري. يعني لاحظ ان انك عندك قاعده تقول الاسد هو قسد وقسد هي الاسد باختصار. تماما يعني، ولكن الذي يمنع تسليم شرق الفرات او مناطق جنوب الرقه، جنوب غرب الرقة، أو المناطق كلها التي تسيطر عليها قسد، هو الجانب الأمريكي، النفوذ الأمريكي. لولا التواجد الأمريكي لسلمت قسد كافة المناطق التي تسيطر عليها إلى قوات النظام. ومثل ما قال أخي صهيب، أنه هي يوم اللي ارتفعت عليها المطرقة التركية هرولت بالاتجاه الجانب الروسي، وأصبح اسم شرق الفرات أراضي سورية بعد أن كان روج آفا. إذن كانوا يسمونها إقليم الشمال أو إقليم غربي كردستان أو روج آفا. فعندما أتى الانسحاب الأمريكي هرولوا وقالوا أن عليك يا أسد أن تحمي حدود السورية. إذن اعترفوا عدنان كوباني وغيره أن هذه الأراضي هي سورية بعد أن كانت روج آفا وإقليم الشمال. بتصوري لولا التواجد الأمريكي، والآن الأمريكان بعد قرار بقائهم بالمئتين جندي لانسحبوا من زمان وسلموا المناطق. هم الآن في الحسكة، حواجزهم متقاربة مع بعضهم. مجرد الإعلان عن هم خارجين. تماماً أخي الكريم. طيب. يعني بالأمور هاي لا تصادم. لاحظ أن مستحيل أنه يتصادم قسد مع النظام. ومنذ يومين كنت على أحد الفضائيات، قالوا أن هناك معلومات عن أن حقل العمر تحشد فيه قوات من أجل الهجوم على ميليشيات إيران غرب الفرات. فقلت هذا من سابع المستحيلات أن يحصل. قسد هي الأسد، فمن سابع المستحيلات أن تهاجم. تم النفي هذا الخبر تماما من وصدق هذا التنبؤ. أستاذ صهيب، العودة إليك، يعني هنالك حديث أيضا يعني عن تغطية جوية للطيران الروسي وطيران تحالف أيضا لرصد إن كان هنالك تقدم لقوات النظام. ماذا عن هذه الأنباء أيضا؟ أستاذ صهيب تحديدا، يعني كان هنالك أستاذ صهيب حبذا لو أعدت، يعني كان صوتك لا يصل للأسف، تفضل. نعم، بالنسبة لتحليق طيران التحالف الدولي، يعني خلال 48 ساعة الماضية في أجواء المنطقة، يعني حقيقة المعلومات التي وصلتنا أشارت أن هذه الحركة كانت يعني لمراقبة الأوضاع في مناطق نفوذ قسد، خاصة أننا نتحدث اليوم عن عدة نقاط للتظاهر في مناطق نفوذ قسد في ريف ديرزور من الطيران الروسي. يعني كان هنالك بالنسبة للطيران الروسي، يعني لم تصلنا معلومات عن تحليق في المنطقة، ولكن بالنسبة لمناطق نفوذ قسد كان هنالك بالفعل يعني تحليق مكثف لطيران التحالف الدولي في أجواء المنطقة، ولكن كان لمراقبة الأوضاع. اليوم هنالك حالة تأجج يعني وغضب شعبي ضد قسد وممارساتها. سجلت يعني عدة نقاط للتظاهر في ريف دير الزور في الريف الشرقي والغربي أيضا. المدنيين خرجوا في مناطق البصيرة، ماشخ، الضمان، النملية، طيب الفال، الطيانة، وطالبوا يعني بإسقاط نظام الأسد، وأيضا
بخروج مقاتلي قسد من المنطقة والإفراج عن المعتقلين، يعني عدة مطالب كانت لهم، من ضمنها أيضا تخفيض الأسعار، تحسين الأوضاع المعيشية، إيقاف يعني المجموعات والعصابات التي تنفذ عمليات سطو مسلح. وكانت يعني هنالك يعني مظاهرات عدة في ريف دير الزور، وصلت إلى مرحلة قطع الطرقات أمام صهاريج النفط التي يعني تأخذها قسد مثلا. من الآبار النفطية باتجاه الحسكة وباتجاه إقليم كردستان العراق أيضا. وبالفعل يعني هذا ما قاموا به، يعني قطعوا الطرقات وأشعلوا الإطارات في هذه الطرقات منعا لخروج هذه الصهاريج من المنطقة. وطبعا أيضا بالنسبة لموضوع المحروقات، تعيش المنطقة الآن يعني أزمة غلاء في طيب أسعار المحروقات في ريف دير الزور. نعم سيادة العقيد، بسؤال أخير، كيف أو ما هي رؤيتك لمناطق سيطرة قسد؟ هل يمكن في وقت من الأوقات أن نشاهد تقدم للنظام أو سماح للنظام بأن يسيطر على هذه المناطق؟ قلتها أنا وياك يمكن أخي عمار بحلقة من الحلقات، طالما العلم الأمريكي والتواجد الأمريكي موجود في شرق الفرات أو في منبج فهي حكرا على قسد والتواجد الأمريكي، لا يمكن لتركيا تنفيذ أي عملية في شرق الفرات طالما العلم الأمريكي يرفرف في شرق الفرات وفي منبج، وأيضا وهذا جربه النظام الروس عندما عبروا إلى شرق الفرات باتجاه حقل العمر ميليشيات واغنر وتكبدوا خسائر بالمئات من القتلى. فإذا بتصوري الأمر مناطق النفوذ هي محسومة، شرق الفرات وغرب الفرات، طالما الوجود الأمريكي لا تغيير لا يستطيع النظام أن يعبر أو يأخذ مترا واحدا. ولكن إذا أرادت قسد مثل ما قلنا أن الأمر لو أنه بإيد قسد كان سلموا المناطق، ولكن التواجد الأمريكي، وأمريكا نصحها البنتاغون ونصحوا المستشارين أنه في حال خروجك ستسلم قسد للنظام والروس. للنظام والروس وبالتالي تتمدد إيران. فإذا كان قرار البقاء ل200 جندي ولو 10 جنود هو لن يستطيع، طالما العلم الأمريكي مرفوع تماما على قاعدة من القواعد في شرق الفرات أو في منبج، لن يتجرأ أحد على العبور لأنها ستكون هناك حرب مفتوحة قد تؤدي إلى تصارع الدولتين الكبريين، وهذا من سابع المستحيلات، تدخل روسيا كرمال عيون النظام بقتال مع أمريكا أو مشان قسد أو إلى آخره. هم ليسوا أكثر من بنادق، الأمور متفق عليها حتى وجود حل سياسي شامل لكل المنطقة. أشكرك في نهاية المطاف جزيل الشكر العقيد فايز أسمر المحلل العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا. وأشكر أيضا الأستاذ صهيب الجابر الصحفي في شبكة فرات بوست، كان معنا من الحدود السورية التركية. وأشكر أيضا إبراهيم السويد مراسل قناة حلب اليوم، كان معنا من ريف إدلب. الشكر الأكبر وصل لكم مشاهدينا الكرام، على أمل اللقاء بكم مجددا، دمتم بخير وإلى اللقاء. الله يعطيك الله.